هنتكلم في محطات ريني فايلر. ريني فايلر عنده 45 سنة، ملامحه تبدو بشكل كبير هادئة، ولكن ريني فايلر شخصية في آرائها وتصريحاتها حادة وصريحة. نتمنى كل الناس تبقى مستوعبة ده، بيواجه دايما كل المحيطين بيه بأخطائهم بشكل واضح. هنروح بقى الفايلر، هو ممكن يفرق جدا مع شخصية اللاعبين، وان هو يبقى فيه تحمل مسؤولية. هي رسالة اللاعبين. هنروح لأول نقطة. ريني فايلر كان بدأ مع سانت جالين السويسري وهو عنده 33 سنة، فريق الشباب ميسكو، وكانت بداية بيبدأ ريني فايلر يستكشف فيها مسيرته التدريبية مع شافهاوزن السويسري، فيما بعد في الدرجة الثانية، تجربة مش موفقة ولكن كانت محاولة لاكتساب خبرات، وطبيعي في مدرب بيتدرج. التجربة دي كان الميزة فيها فيما بعد ان هي مهدت له بقى يعني. ان هو مهدت يا احمد بالظبط، ان احنا قلنا ان هو يمسك فريق ارو السويسري اللي هو اصلا كان لاعب فيه بالظبط يعني. حقق معاه حاجة محتاجين نحط عليها سبوت، هو قدر يصعد بيهم في 2013 للدوري السويسري. بعد كده في موسم 2014 قدر ان هو يبقى في الفريق في الدوري السويسري، وده نجاح يعني لما بتصعد بالفرقه وتكون اول سنه في الموسم، خصوصا ان هو فريق مش قوي بالظبط وما عندوش موارد. لما مشي احمد من الفريق الموسم اللي بعدها، الفريق هبط على طول للدرجه الثانيه، ولحد دلوقتي مازال الفريق ما قدرش يحقق النجاح اللي حصل مع فايلر. هنيجي لتجربته مع نورنبرج في الدوري الدرجه الثانيه الالماني. هو قدر يوصل بالفريق، اولا قبل ما يجي كان الفريق في المركز التاسع، جه الموسم اللي اشتغل مع نورنبرج قدر ان هو يوصل بنورنبرج ان هو يوصل لمرحله البلاي اوف دي احمد، اللي هي فاهم زي دوره الترقي كده عندنا في مصر. فقدر، انت كنت بتقول ملحوظه بتاعت الهجوم مع نورنبرج، هو قدر فعلا طلع الفريق من الموسم ده ان هو كاقوى هجوم في المسابقه. لكن الاهم برضو ان هو لما ساب الفرقه فارس الموسم اللي بعده المركز، الفريق خد المركز ال 12 يعني، هو استلم الفريق مركز تاسع الموسم اللي قبله، لا خد الفريق وصل بيه لمركز تاني او البلاي اوف، ساب الفريق لعب الفريق الموسم اللي بعده ونزل للمركز ال 12، وما زالت لو ربطناها بالنقطه اللي قبلها ان هو له بصمه مع كل فريق بيقوده. كان الاهم بعد كده يا احمد انتقال ريني فايلر، المحطه اللي انا شايف ان هي الاهم في مسيرته مع اندرلخت. دي أهم نقطة ممكن نتناولها. موسم 2016-2017 هو الموسم الأنجح لريني فايلر كمدرب، الأهم لأن أندرلخت هو الفريق الوحيد تقريبا اللي قاده اللي هو مؤهل للحصول على البطولة، ودي حاجة لازم ناخدها بعين الاعتبار. مسيرة ريني فايلر مش كلها نجاحات، مسيرة ريني فايلر لو هنشوفها بالحاجات الإيجابية والسلبية أكيد في سلبيات، ولكن تجربته مع اندرلخت اللي في رايي الفريق الوحيد اللي هو دربه كان مؤهل ان هو ياخد بطوله، حقق معاه في الموسم الاول الدوري البلجيكي اللي هو الدوري الوحيد اللي حققه اندرلخت اخر 5 سنين، كان الموسم اللي حققه مع ريني فايلر، وقدر يكسب كمان بطوله السوبر البلجيكي. وحتى الان اندرلخت ما وصلش ان هو يحقق الدوري، وده برضه بيؤكد ان المدير الفني لما بيروح فريق ما زال في بصمه مع كل الفرق اللي تولاها. وعشان نبقى امناء، التجربه الموسم اللي بعده مع اندرلخت ما كانتش افضل تجارب ريني فايلر، وكان فيها بعض الاخفاقات، وده اللي احنا بنقول عليه ان في سلبيات في بالظبط. اي مدرب يا جماعه مسيرته كده، احنا ما بنتكلمش في حاجه جديده، اي مدرب مسيرته كده بعد كده تجربته مع زيرخ. احنا بنتمنى تجربه اندرلخت، هنروح بالتفصيل ليها لان دي اللي نقدر نركز عليها. ان شاء الله. تجربته مع زيرخ دي كانت اقل تجارب فايلر، اللي هو خد هدنه بعدها لحد ما جاء النادي الاهلي من شهر فبراير، وده بعده عن بقى الملاعب من شهر فبراير، ده اللي خلى التصنيف بتاعه فارس يتراجع بالظبط كده، لان في بعض الناس او بعض المواقع حطت عنوان غريب جدا وتم مشاهدته بشكل بكثافه جدا على اليوتيوب، ان ريني فايلر مدرب درجه ثانيه، وتم المقارنه بينه وبين مدرب النادي الاهلي السابق لاسارتي. والحقيقه كان في حاجه اسمها المغالطه المنطقيه، هو بالفعل كان متراجع في التصنيف لانه من شهر 2 قعد 6 شهور تحديدا ما يتولاش قيادة اي فريق، على عكس لاسارتي اللي كان بيقود النادي الاهلي وقدر يوصل ليكون ترتيبه طبعا فوتبول وورلد رانكينج 63، ده اعلى تصنيف وصل ليه لاسارتي، لكن هو التصنيف الثابت بتاعه اللي هو 269. بدات الناس او المواقع تقارن بين ريني فايلر اللي هو 792 في الوقت الحالي
و63 للاسارتي، واهملوا ان لاسارتي وصل ل 63 ده فارس مع النادي الاهلي، وده بيؤكد على قيمه النادي الاهلي وتدريب النادي الاهلي. مع اندرلخت كنا حابين نقول كمان ان وصل رينيه فايلر 42. ما هي دي المغالطه المنطقيه، انت لو عايز تقارن بافضل تصنيف وصل ليه لاسارتي اللي هو مع النادي الاهلي كان لازم تقارنه ب 42 اللي هو افضل تصنيف وصل ليه فايلر، لكن انت جبت التصنيف اللي هو بعد ما قعد 6 شهور الاسوأ وقارنته بالافضل للاسارتي. والحقيقه انا مستغرب ليه الكلام ده وليه درجه تانية. طب هل الكلام ده او الموقع ده نفس الكلام طبقه فارس مع نادي الزمالك لما جه تعاقد مع ميتشو وقارنه بجروس؟ ما حصلش، مع ان المقارنه هنا مختلفه تماما. او في صالح جروس بفارق طبعا كبير. فارق كبير جدا. انت بتتكلم اصلا ان ميتشو افضل تصنيف وصل ليه كان 100 رقم 150، ووصلوا مع اورلاندو في شهر مايو الماضي، وترتيبه الحالي 176، لكن الترتيب العام ده الترتيب بتاع الاسبوع 176 رانكينج 810 بالظبط 810 في الوقت اللي جروسي فيه 136. فانت لو عايز تقارن لاسارتي بفايلر ما عنديش مشكله، بس خلي فيه منطق شويه وقارن كمان ميتشو بجروس، لكن خاصه ان الفرق واضح جدا. او على الاقل يا سيدي ما تقارن ميتشو بفايلر ونشوف الارقام، ده افضل تصنيف وصل ليه ايه، وده افضل تصنيف وصل ليه ايه، والتصنيف الحالي لده ايه، والتصنيف الحالي لده ايه، والتصنيف العام لكل مدير فني ايه، عشان نعرف او تقيم فعلا تجربه التعاقد مع فايلر. حاليا ميتشو التصنيف الرانكينج بتاعه اعلى، بس احنا قلنا ليه التصنيف بتاع فايلر بعد كده بعد ما كان اعلى تصنيف ليه 42 بالمقارنه بميتشو 150. ست شهور مش شغال. دي اللي انت مفترض نوضحها. فارس زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد دلوقتي تصنيفه في الموقع ده بعد لاسارتي، يعني متخيل؟ لان لما هيشتغل زين الدين زيدان اكيد بالاسبوع في معايير معينه بيحطها الموقع ده بيتحط على اساسها الدرجات، فبالتالي بيتقدم الترتيب المدير الفني تبع للشغل، لكن لو قعد اكيد هيتاخر. بالظبط يا احمد. احنا بس كنا حابين نوضح النقطه دي يا جماعه، ويا ريت يكون التناول تناول منطقي موضوعيا وموضوعي. هنحب بقى نروح